تختلف العادات والتقاليد من محافظة عراقية إلى أخرى في استقبال شهر رمضان، لكنها تتوحد في استقباله باهتمام شديد وعلى كافة المستويات. ففي مدينة النجف حظيت المناسبة باهتمام عدد من الأوساط، أولها الرسمية إذ وضعت الحكومة المحلية خطة أمنية مشددة لحماية الزائرين القادمين إلى المحافظة. تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بشهر رمضان الكريم. أنتم تعلمون والجميع يعلم أن المناسبة لا تقتصر على مكان معين، وإنما تمتد على امتداد الرقعة الجغرافية للمحافظة ابتداء بالمركز المدينة والقرى والقصبات والأرياف. كل هذه الأماكن ستشهد طقوس رمضانية أملت كافة المساجد والحسينيات الجوامع. كل الطقوس التي تشهد الشهر الفضيل أمنت هذه الإجراءات بالكامل. أجرينا مسح ميداني شامل وكامل على الرقعة الجغرافية للمحافظة وفي جميع الأجزاء. الكل يعلم أن الرافد النهائي أو المصب النهائي لممارسات طقوس رمضان هو في المدينة القديمة. المواطنون الذين التقتهم كاميرا الشرقية نيوز أكدوا أن النجف تعتبر مدينة آمنة نسبيا مقارنة بالمحافظات المجاورة الأخرى، لكنهم أعربوا عن خشيتهم من استهداف المحافظة والزائرين القادمين إليها خلال فترة أيام شهر رمضان. رمضان كريم على العراقيين كلهم وعلى أهل النجف بالخصوص. يعني الحمد لله والشكر أن الوضع الأمني بمحافظة النجف يعني لحد الآن ماكو خروقات، بس إحنا نشد على أيادي القوى الأمنية الحيطة والحذر. النجف هي مدينة أمير المؤمنين، تكثر بها الزوار بهذا الشهر الكريم شهر رمضان. نطالب من قواتنا الأمنية الحيطة والحذر بهذه الفترة، لأن بعد فترة راح تكون زيارة أمير المؤمنين ليالي القدر، ليالي مباركة وتوافد الزوار من جميع المحافظات. وتبقى لرمضان نكهة خاصة في قلوب النجفيين رغم ما تشهده البلاد من توترات أمنية وسياسية. من النجف علي الحاج، الشرقية نيوز.